اهلا وسهلا ومرحبا مباشره معكم على اذاعه اتخاجو. صباح النور صباح الخير. واليوم سيداتي انستي سادتي هو عيد الام الحقيقي الرسمي في المغرب. عيد ام سعيد لكل الامهات بالصحه والسلامه. وباش متمنيتو غادي تجيو تعيطوا معنا على الامهات ديالكم. اتونسيون مهمه جدا. عيد الام ماشي معنى ديالو انه غير الولد ولا البنت اللي عيطوا الام ديالهم. تقدر تعيط لشي ام اللي كتحترمها بزاف مثلا تعيط لها وتمنى لها عيد الام سعيد وكتمنى لها عيد ام سعيد للجميع لكل الامهات ديال المغرب كلهم. تبارك الله وصل الانبياء عليكم. عيطوا علينا 0530 300 300 لما غنتمنوا عيد الام سعيد. اليوم غادي نديروا غير هادشي لانه لاول مره غادي نكونوا مباشره في عيد الام. هو اليوم حيت كنكونوا يوم الجمعه قبل من الحد حيت هو اخر حد في شهر ماي وشهر ماي اخر حد جا هو اخر نهار في شهر ماي. اليوم 31 ماي وهذه 29 دقيقه ماشي 28 دقيقه. يا ولدي يا سيدي تحسوا بها تحسوا بها. انا باش نقاد المساله هذه واحد الباب الليل واحد الباب الليل واحد الاجتماع درتو مع راسي اللي هو تبعوا معايا. قلت لانه تزمن دابا خصني نفيق مع الثمانية ماكسيموم. الثمانية قديمة ولا جديدة؟ لا خصني نفيق مع الثمانية ديال اليوم جديدة جديدة. ما عرفتش واش التليفون غادي يتبدل بوحدو بالليل ولا ما غاديش يتبدل بوحدو بالليل. كان خاصني نلقى واحد الحل حيت خفت ندير الثمانية وتكون تسعود وإلا ما تبدلاتش الساعة في التليفون غادي نفيق مع التسعود. وانا خمم مزيان قلت غادي ندير وانا نقول غادي ندير الريفي مع السبعة باش تيلا كانت التمانية باش تيلا تبدلات غتكون غنفيق مع التمانية. صونا الريفي سيدي مع السبعة وانا ندير واحد الاجتماع مع راسي دابا واش التليفون بدل ولا ما بدلش. ها حيت السمانة اللي فاتت الويكاند اللي فات في العيد كانت تبدلات تبدلات بوحدها وكل شيء تصيد. هي هذيك سيدي درت واحد الاجتماع مع من؟ معي أنا مع التليفون ومع المكانة. المكانة إلا ما بدلتهاش أنت ما كتبدلش كتبقى هي 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 هذيك. طبعت الفرقة مع السبعة لقيت في المكانة ثمانية. لقيتي في المكانة ثمانية؟ لقيت في المكانة ثمانية قلت ما يمكنش حيت المكانه ما كتبدلش بوحدها. عاد فكرت لانه هذيك المكانه كتبدلت انا بوحدي دوك زيد فيها ساعه كاك على باز. لقيت في التليفون السبعه ولقيت في المكانه الثمانيه وانا ندير واحد الاجتماع واحد اخر عاوتاني. كان خاص واحد العنصر واحد اخر يدخل معنا في الاجتماع. شكون هو؟ المكانه الاخرى اللي ما حققتهاش. جبت مكانه واحده اخرى حضرات الاجتماع تاريخ المكنة زي من واحد جوج ثلاثة جبت تاوما جبتها هي حضرت معنا الاجتماع. لقيت لأنه وحدة فيها سبعة وحدة فيها ثمانية والتليفون فيه سبعة الأغلبية هي اللي ربحات. وأنا ننسى شكون وأنا ننسى شكون ما قال فيهم اللي بدلت تبعتي معايا الفيلم دابا واش اللي فيها السبعة ولا واش اللي فيها السبعة ولا فيها الثمانية. هي هذيك شكون اللي قرر في الآخر الاجتماع هو التليفون. تليفون تليفون درت الثقه ديالك الكامله في التليفون. لا ناقشت معاه الموضوع دخلت معاه شويه التفاصيل قلت له انت دابا كيفاش واش داير الشونجمون اوتوماتيك ماشي اوتوماتيك. دخلت لي زوبسيون لقيت داير ماكتيفي الشونجمون دور اوتوماتيك. داكوغ. وانا صافي درنا الكونت روندو دو لا ريونيون. لو كونت روندو دو لا ريونيون في الاخر يافي واحد لي ريكومونداسيون. لي ريكومونداسيون سيتي دو رجعنا لها ثاني راه باقي عندك السؤال المكان هادشي اللي كاين. الله الله الحمد لله وهادشي اللي كاين وبعد فقنا وبعد فاش خرجت الصباح عاد عرفت عاد حسيت بديك بكري وماشي بكري. هذا الشيء اللي وقع لكم اليوم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا امي اش اخبارك امي كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. انتم لاباس؟ الحمد لله كلشي بخير. لا كلشي بخير عليك. شحال الساعه؟ ما عرفتش مش الساعة. راه تزاد الساعة الليلة هادي تزاد الساعة. الساعة تزاد الساعة. هادي دابا لالا العشرة لا ربع ماشي تسعود لا ربع.
ان شاء الله رب امي يكون في اختك. يلا كيفقت. الحمد لله حيت امي ما بغيتش نعيط لك قبيله قد قد كنقول نتسنى نخليها شويه تنعس خليها تنعس شويه خليها تبقى على راحتها نعس على راحتها. ايوا شكرا امي. يا امي عيد الام سعيد. شكرا حبيبي شكرا. يا احلى واجمل واحسن ام وشكرا لك على اي حاجه درتيها معايا. اي حاجه درتيها معايا شكرا لك. شكرا لك كنشكرك عليها امي واخا نشكرك حتى نعيا ما نوفيش داكشي اللي درتي معايا وكنشكرك خصوصا على الحاجه كنشكرك على التربيه اللي ربيتيني. ايوا لا شكرا على واجب حبيبي هذاك واجب. وانا اتكلم على التربيه ديالك ليا امي كنتفكر واحد اللقطه اللي صعيبه واحد اللقطه اللي هي صعيبه وكتضحك في نفس الوقت. كنتفكر انا وقت باقي صغير امي كتضربني وما كنبكيش انا كنت مسموم ما كنبغيش نبكي كنبقى حال عينيا وهي واحد الوقيته مسكينه هي كتبدا تبكي. وكتقول لي كعقلها بحال دابا عليك كتقول لي بكي بكي خلينا نكملوا صافي زوج عايش اخرى بكي. اش بالك انتيش كتقصح؟ مع لا لا كنت ما خصني انا بالنسبه لي البكاء ممنوع زعما البكاء ما خصنيش ما خصنيش ما ديك ديك الضد قصحيت الراس قصحيت الراس قصحيت الراس من الصغر. كنشكركم على 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 التربيه اللي ربيتيني على اي حاجه درتي معايا على المسائل كله مع الاوقات اللي دوزتهم معاك والاوقات اللي غندوزهم مازال ان شاء الله معاك وانا راني فداك. ربي يخليك لي يا حبيبي الله يخليك لي وطول لي العمر بك يا ربي امين. وعيد الام سعيد. واجب حبيبي. بالصحة والسلامة امي. بالصحة والسلامة. يعطيك الصحة. شكرا 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 شكرا. مرحبا على راس عين امي الله يودي. كنت بغيت نكون انا الاول اسمحوا لي استغليت المركز ديالي باش نكون انا الاول باش نكون الاول نعيط لامي في الراديو في اذاعه ايت راديو وانا. شكرا حبيبي. الله يحفظك امي. الله يحفظك. ربي يخليك لي الله يخليك لي يا حبيبي طول عمرك. الله يحفظك امي. خاصك شي حاجه وش وداك؟ الله يحفظك يا حبيبي. الله يحفظك امي الله يحفظك وعيد الام سعيد مره اخرى وانا كنحبك امي. شكرا انا حبيبي كنبغي نساعدك. الله يحفظك. الله يخليك لي. الله يحفظك وصباحك مبروك. صباح مبروك امي. صباحك مبروك. الله يخليك حبيبي. الله يحفظك. يا الله يسلمك. الله يسلمك هلا. الله يسلمك. الحب زوين. غادي تعيط انت حاتم؟ عيطت الصباح ما بغيتش نعاود نعيط. عيطتي الصباح؟ اه. ما كيما درتي باش درتي صوبتي كتبتي شي حاجه؟ لا ما كتبتش. الو بون فيت وصافي. انا قلت لك داكشي باش حاس وصافي قلت لي ما تعرفهم تيفرحوا. خصو هذيك الساعه تتعيط معنا اخويا. اه نعاودوها. نعاودوها ما كاين مشكل الله يخليكم معنا على اذاعه يتخادم دابا باش نعيطوا معاكم نعيطوا تحتفلوا 100% بعيد الام اليوم معنا على اذاعه يتخادم. شكرا لاي حاجه درتي على قبالي. مني انا بابي حتى لدابا وبلا بك انا ما كنسوى والو وبلا بك بالنسبه لي الحياه ما كتسوى والو وكنبغيك انا راضي عليك. انا راضي عليك دنيا واخره. الله يخليك ليا والله يطول لي عمرك. عيد ام سعيد باش ما تبنيش بالصحه والسلامه ان شاء الله. لا مرحبا مرحبا يا لام. عزيز وغالي راه عزيز وغالي الله يرضي عليه نرضي عليه. امين امين. انا راضي عليك واخيرا. بغيت نقول لك ماما الله يخليك لي وانا راه كنبغيك لواحد الدرجه ما يمكنلكش تخيليها وعارفك شحال درتي على ودي وبغيت نرجع لك غير شويه من داكشي اللي درتي على ودي وانا كنحمق عليك لواحد الدرجه ما يمكنلكش تخيليها. الله يخليك لي. امين اموي الله يسهل عليك انا ليا. امين ما تبكيش. يا ربي امين. لا يا ربي امين يا ربي امين يا ربي امين. وعيد ام سعيد لاله خديجه معك مومو. شكرا يا حبيبي. شكرا الله يحفظك لاله الله يبارك صحتك والله يعاونك الله يعطيك الصحه وطول العمر الله يخلي لك ناديه الله يخليها لك. امين الله يحفظك لاله الله يحفظك حتى ويجيك. شكرا انا ولدي. شكرا مرحبا مرحبا لاله مرحبا مرحبا ناديه الله يعاونك. ميرسي بوكو مومو. ميرسي بوكو. ميرسي لاله يخطيك وتفيقات على ماما ناديه. عيد الام سعيد بالصحه وطول العمر ان شاء الله والسلامه.
يخليك ويخلي لك ميمتك وليدي ويسهل عليك ويخلي لك ميمتك في هذا النهار ويستر عليك دنيا واخره. يا ربي امين لنا. الله يصوب لك وليدي. الله يصوب لك يا ربي امين. يا ربي امين. تفقعت على ماما هذوك الناس اللي معاك. مرحبا لا حدك. شكرا ليك. شكرا وليدي. شكرا برافو عليك. هذا الكونفيرم وقفتوا مع المغاربه كاملين بينتوا لا سوليداريتي ديالكم، التفاعل ديالكم مع جميع المواضيع. حنا تبعناكم في مواضيع ديال المدارس الخصوصيه، في الصحه، في جميع المواضيع اللي كنت كتهضر فيها كنتوا حاضرين واستطعتوا توصلوا للقلب المغاربه اكثر واكثر واكثر. واجب سيدي وتنشجعوكم وصافي بليزير دو تروفي لي جون ديالنا مغاربه هكذا الحمد لله اللي وصلوا لهذا المستوى اللي حنا فخورين بكم به بزاف لواحد الدرجه اللي ما تصوروش. وصافي بليزير والاذاعه ديالكم سي بارمي لا ميور في العالم انا بالنسبه لي وفي هذا الكونفيرمون داكشي اللي وصلتوا له انكرويابل. الله يعاونكم، الله يزيدكم، والله الله والله يزيد يكبر بكم بحال اللي كبرتوا بالمغاربه هذيك كاملين. الله يجازيكم بخير. هذا واجب على راسنا يا سيدي. شكرا لك بزاف. شكرا سي محمد هذه الكلمات. شكرا شكرا سيدي. في الحقيقه هادو المشاعر هادشي تيخرج من القلب لان هادشي اللي حسينا به. راه خصك تعرف بان فاش كنتو كدوزو شي موضوع وكنكونو بلي بافيت بون سمح لي حيت نسيت بزاف المواضيع، ولكن كاع المواضيع اللي كنتو كتهضروا عليهم وبديك لاغاج اللي كنتي كتهضر عليها مومو وبديك الفقصه وديك الادويه اللي ما كناش كنلقاو في بلايص وديك الاخر، راه سي فري كنا عايشين معك وحسينا بك بانك انت تعيش الوضعيه ديال المغربي كما بغى يكون النوع ديالها. مي برهنتو بها. اي ميرسي وكنعاود نشكركم مره واحده اخرى على المجهودات اللي درتو. الله يحفظك سيدي. الله يحفظك. شكرا بزاف سي محمد. شكرا اللي عيطتنا من كازا ومرحبا بك ومشرفين بك اخويا. وغادي نعيطوا انا مشتاق نسمع اش غادي تقول الام ديالك اخويا. ان شاء الله نعيطوا لها. نعيطوا لها دابا. الو صباح الخير حاجه. اهلا وسهلا. صباح النور. كيف صباحتي؟ مزيانه؟ الحمد لله. بخير صحه لاباس؟ نعستي مزيان؟ مزيان اللهم لك الحمد. مزيان اليوم انا بخير. انا فرحان ودابا كنهضر معك من الراديو. حنا دايزين انا وياك مباشره على هيت راديو مع مومو وكنعيط باش نقول لك حيت اليوم عيد الام عيد الماما وبغيت نقول لك بان انت احسن ماما في العالم. الله يحفظك. كنبغيك لواحد الدرجه اللي ما تصورش. انت عارفه بان انت يبدو عيني. حتى انا حبيبي. وقبيله في الفجر كنعطي البيبيرون الاسراء وتنشوف فيك وتنتفكرك. الله وكنقول يا ربي غير فوقاش يزول هذا الكونفيرمون لو بليتو بوسيبل نهزها ونجي لعندك تشوفها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كنقول الفرصه بان تولدت وانت ما كايناش حدايا. وياه. كنقول فوقاش تشافي. يا ربي نكمل هذا الكونفيرمون على خير وان شاء الله ونقبطها ونبقى نتنتب فيها. ها مومو يهضر معك اما. السلام عليكم. عليكم السلام. لا كل شيء بخير. كيف نتينا؟ لاباس على خير؟ صحه لاباس؟ الحمد لله كل شيء بخير. كل شيء بخير الحمد لله. لا كل شيء بخير الحمد لله. وعيد الام سعيد لله وصفقد على ماما سي محمد فاطمة الزهراء. الله يبارك فيك. شكرا. الله يجازيكم بخير. الله يحفظكم. Oh, j'ai mon jeu de salade. Oh, maman. Maman, tu y as mort. Je me raide au monde. Tchahia. Tu lui as jamais allé pour ma hâte. Pour ma ribillette. Pour ma hâte, l'âme. Je lui comme. Tu vois où elle est. إسبانيا تعتزم تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة حتى 21 يونيو.
أعلن بيدرو سانشيز رئيس حكومة الإسبانية اليوم الأحد أن الحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى 21 يونيو المقبل، وذلك من أجل مواصلة دعم وتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا. من الأخبار خصكم تعرفوا، رئيس حكومة يدعو المركزية النقابية للإسلام في تقديم مقترحاتها لتجاوز تداعيات جائحة كورونا. حالة طوارئ الصحية إطلاق عملية استثنائية لإنجاز البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج. أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستطلق ابتداء من يوم الغد الاثنين عملية استثنائية لإنجاز البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الموجودين حاليا بالمغرب بسبب تطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية والمطالبين بتجديد جوازات سفرهم البيومترية ليتسنى لهم الالتحاق بدول الإقامة. وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية تستهدف تجديد البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة جميع المواطنين المغاربة المقيمين بصفة اعتيادية بالخارج، وذلك باعتبارهم واعتبارها وثيقة أساسية ومرجعية في مسطرة تجديد جوازات السفر البيومترية التي انتهت مدة صلاحيتها خلال فترة إغلاق المعابر الحدودية للمملكة بسبب الإجراءات الاحترازية المعتمدة لمنع تفشي وباء كورونا مستجد. سميت ماماك؟ العرشية. عيطوا لها. سمية غريبة. العرشية اللي وشيني تلبحات معنا ياك؟ أي السيدة عقلتوا لها؟ أي عقلت لها. أي ما نساوهاش. تلبحات معنا، إذا نعيطوا العرشية، نعيطوا لها ونسلموا عليها وتقولي لها اللي بغيتي. ألو؟ ألو؟ ألو السلام. لا بس الحمد لله بنتي. سميتك ولا سميتك العرشية؟ أييه. عندك شي بنت سميتها مريم؟ أييه. ايوا لا ما يترك باش نقول لك ماما كل عام وانت بخير، كل عام وانت تاج راسنا، كل عام انت القلب الكبير، وشكرا انك عاونتينا باش ندوز هذه الايام الصعيبه علينا حنا كاملين. وشكرا الشهيوات اللي كديري ليا وكتصيفط لي وخا انا خدامه وكتصيفط لي وخا انا بعيده عليك. وبغيت نقول لك الله يخطيك علينا ماما. شكرا بنيتي والله يرضى عليكم كاع كاملين بنيتي. وكرك لا يتغادي دابا كلشي كيسمع فيك. اخبارك اخاتي عرشيه؟ كلشي بخير الحمد لله. الله يسلمك يا ولدي. ايوا عيد ام سعيد بالصحه والسلامه ان شاء الله وطول العمر والصحه. شكرا يا ولدي. كي داير انت لاباس؟ كي داير سي حاتم؟ بخير لاله عرشيه الله يحفظك. الحمد لله مزيان الحمد لله. الله يطول عمرك يا ولدي. مرحبا لاله. مرحبا ويا لاله. عيد عيد سعيد. عيد ام سعيد. عيد سعيد. والله يخلي لك مريم تشوفها ان شاء الله كما بغيتي. الله يطول عمرك. شكرا شكرا بزاف يا ولدي. تكفح الحب. لا الحب 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 تكفحات. اي كاين الزلاقات وكاين التكفحات. فري فري. شتي كنقول لكم انا وجدو كنقول لكم وجدو اش تقولوا كنقول لكم انت بقيت عارف لي كي بغيت نبرهن لك على على ديالي. وجدت لك شي حاجه بغيت نقولها لك. كتسمعيني؟ كنسمعك. مهما كانت النعم جميله تظلين امي انت الاجمل. يسالونني عن الحب سأجيب أقول دوما قلبك أمي هو الأجمل. حين أسقط في أعين الجميع الكل يسألني لماذا سقطت، إلا أنت يا أمي العزيزة تقولين لي وتقولين لي هل تأديت. مهم ماما كنعبر لك على الحب ديالي. كنبغيك بزاف. مع عمري ما ننسى شنو درتي معايا. كنتي كتهزي لي الشكارة ديالي فاش كنت ابتدائي، كنتي كتطيبي لنا الفطور، كنتي زعما كبرتينا رجعتينا رجال. كنتمنى ولاو نردو لك شويه وما نقدوش نردو لك. حبلتيني 9 شهور في كرشك امي وكنبغي ديما كنبغي ديما نكون ديما تكوني راضيه عليا. فيما كنصلي كندعي كنقول يا ربي تكوني راضيه عليا. الله يخلي لك صحتك ونقول لك اجمل عيد. والله يخلي لك صحتك وتشوفينا كما بغيتي ان شاء الله. ان شاء الله. دابا مباشره في الراديو وراه عيط لمومو باش نديروا لك هاد المفاجاه ونعيطوا لك. المهم الله يخليك. شكرا. مشرفين لاله. مشرفين. دموعها بطولي. شكرا. الله ما تبكيش تبكيش. كل فرح كل فرح والسعاده لكم. الله يخليك يا مهم. انا الدموع نديرو الله يخليك. المهم مرحبا لاله. مرحبا. شكرا شكرا بارك الله فيك. تصفيقات على نجات قال لي دموعها بطولي. ايوا راه وجاد وكتاب وبغى يعيط عليك واكد باش يعيط عليك وتكلم معك قدام الجميع باش 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 يبارك لك عيد الام. تصفيقات على نجات ماما شرف الدين. شكرا 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 بارك الله فيك. يعطيك الصحه لاله. الله يحفظك لاله. الله يحفظك لاله. بارك الله فيك. شكرا لك. شكرا لك مشرفين. شكرا للجميع. شكرا لكم. الله يحفظك ووالديك. يا ربي امين. يا ربي امين. الله يحفظك لاله. بارك الله فيك. شكرا.